بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم مجلس الوزراء الذي حرص على التواجد في هذا المؤتمر بهذا الحضور من السادة نائبي رئيس مجلس الوزراء والسيدة والسادة الوزراء، أرحب كل الترحيب بالسادة أعضاء مجلس النواب والسيدة جنين بلاسخارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والسادة السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، فكل الترحيب بهم في هذا المؤتمر. كما أشكر السيد محافظ البصرة على تسهيل إعداد وإقامة هذا المؤتمر. الحضور الكريم، أعلن على بركة الله افتتاح مؤتمر العراق للمناخ ليؤسس مرحلة جديدة ومسؤولة من الاستجابة الوطنية الفاعلة لمواجهة الآثار الشديدة للتغيرات المناخية على العراق. هذه التغيرات تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة وشح الأمطار وازدياد العواصف الغبارية مع نقصان المساحات الخضراء، وهو ما يهدد في المجمل الأمن الغذائي والصحي والبيئي فضلاً عن الأمن المجتمعي لقلة الموارد المائية وتقلص الإنتاج الزراعي وتدهور الغطاء النباتي وفقدان التنوع البيولوجي. هذه التغيرات الحقيقية أدت إلى تضرر أكثر من 7 ملايين مواطن عانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعة والصيد. وأكثر ما يؤسف له الجفاف الشديد الذي أصاب أهوارنا الجميلة التي ضمتها لائحة التراث العالمي لليونسكو. لقد انضم العراق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية سنة 2009 واتفاق باريس للمناخ في العام 2021، وتمثلت الأولويات الوطنية للتغير المناخي بتقديم المساهمة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث. واليوم نعمل على إعداد رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030. ولأجل تطوير هذه الرؤية فقد وجهنا بعقد هذا المؤتمر ليمثل بداية انطلاقة واعدة في العمل البيئي والمناخي تتناسب وحجم التحديات التي نواجهها. وقد سعت هذه الحكومة ضمن برنامجها الحكومي لمنح الأولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال وضع الخطط لعدد من المشاريع التي تساهم في تقليل الانبعاثات وكذلك لمعالجة آثار التغيرات المناخية، التي شملت إنشاء محطات الطاقة المتجددة وتأهيل مواقع التمر الصحي المغلقة ومشاريع مكافحة التصحر وتقنيات الري المقننة للمياه ومعالجات المياه الثقيلة ومشاريع أخرى عديدة. ووقعنا مؤخراً عقود جولة التراخيص 5 لاستثمار الغاز المصاحب ووقف حرقه لخفض الانبعاثات الكربونية بنسب كبيرة. إن حرق الغاز المصاحب كان مصدر تلويث وهدر سينتهي إن شاء الله بتحول تكنولوجي ملموس. ومضينا في توقيع عقود لإنشاء محطات توليد الطاقة من المصادر المتجددة لتغطي ثلث حاجتنا من الكهرباء بحلول العام 2030 إن شاء الله.
ولمكافحة التلوث وتنفيذ مشاريع الإصلاح البيئي والمناخي، سنكلف المجلس الوزاري الاقتصادي بوضع إطار زمني خلال عمر الحكومة لتنفيذ مشاريع استراتيجيات مكافحة التلوث والتنوع البيولوجي ووثيقة المساهمة الوطنية لخفض الانبعاثات التي ضمت عشرات المشاريع ورصد المبالغ المطلوبة لتنفيذها، لتمثل انتقالة ممنهجة في العمل البيئي على المستوى الوطني. كما وجهنا بتوسعة المبادرة الوطنية لخفض الانبعاثات لتشمل مختلف القطاعات، وتشكل حزمة مشاريع تقليل الزخم المروري في العاصمة بغداد التي أعلنا عنها مؤخراً أحد الحلول المهمة لخفض الانبعاثات. ويسرنا أن نعلن هنا عن إطلاق مبادرة كبرى للتشجير تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم المحافظات العراقية، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأول مرة في العراق، ليكون الأساس العلمي لاختيار الأنواع المناسبة في كافة حملات التشجير، فضلاً عن إطلاق مشروع تنمية الغطاء الطبيعي بهدف مكافحة التصحر من خلال تعاقدات مهمة مع شركات عالمية متخصصة وبالذات في مناطق نشوء العواصف الترابية محلياً. وستعطى محافظة البصرة الأولوية في تنفيذ هذه المشاريع بسبب وضعها البيئي الحرج، إن رعاية بيئة البصرة هي المعيار الواضح لجدية الحكومة في معالجة ملف التأثيرات البيئية. كما أن مجلس الوزراء سيتابع بتنفيذ أجندة العراق المناخية وتنفيذ المشاريع أعلاه في جلسات دورية تخصص لهذا الشأن. وهنا أدعو الدول الصديقة ومنظمات الأمم المتحدة كافة لدعمنا في مواجهة آثار التغيرات المناخية، كما ندعو الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية البيئية كافة وبالخصوص اتفاقية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر لتعزيز بنود التعاون الدولي في مجال الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة، إذ أن الانفراد بحبس المياه في دول المنبع يزيد من هشاشة الدول في مواجهة هذه التأثيرات. ولأن التأثير بالبيئة أمر عابر للحدود، فإننا سندعو لمؤتمر إقليمي يعقد في بغداد قريباً لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة تلك التأثيرات. أتمنى لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق لخدمة العراق وشعبه، وأشكر كل الجهات التي أسهمت بالإعداد له، والشكر الخاص لبعثة الأمم المتحدة في العراق التي شاركتنا في الإعداد لهذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.